اختتم المنتدى السعودي للإعلام أعماله وسط مشاركة واسعة من الشخصيات الإعلامية العربية والعالمية من خبراء ومحللين ومتخصصين في الشؤون الإعلامية والمهتمين بها. وركز المنتدى السعودي للإعلام على سبل تطوير الإعلام وكل ما يتعلق به في مختلف المجالات، وتحدثت جلسات اليوم الثاني عن دور الإعلام والاتصال في الرسالة التي تقوم عليها المجتمعات المعاصرة نحو تعزيز قيم التنوع والتسامح والسلام والتعايش واحترام الآخر. وأكد الحضور أهمية أن يكون المنتدى مناسبة دورية تجمع قيادات الإعلام والفكر والثقافة والخبراء والمهنيين في منصة واحدة لتبادل الأفكار والرؤى وإجراء حوارات مثمرة والتعرف على مستجدات القطاع. هذا وسيتم تقديم جائزة المنتدى لبعض الشخصيات الإعلامية السعودية والعربية البارزة، وتهدف الجائزة إلى تحفيز تطوير المحتوى الإعلامي والنظام الإعلامي في المملكة العربية السعودية، كما أنه يحفز المنافسة والإبداع المهني ويكرم المبدعين في 8 أقسام إعلامية. المنتدى عادة نحن نتوقع منه الكثير، يعني احنا مساحة التفاؤل عندنا عالية جدا ونسبة الرغبة في النجاح أيضا عالية جدا، لأنه بناء على التجربة اللي عشناها في المنتدى الأول قبل سنتين أو أكثر قليلا، أتوقع أنه سقف الطموحات لنا في المنتدى الثاني مناسبة رغم ارتفاعها، لأنه نعلم تماما أننا قاعدين نحقق ما يتواءم ويتلائم مع مستوى ومكانة المملكة العربية السعودية اليوم على مستوى الخارطة الدولية الاقتصادية والسياسية، ولا بد أن تكون الإعلامية أيضا. المنتدى يعني عنده مجموعة منتجات من ضمنها الجائزة. السنة هذه استحدث منافسة المذيع، يعني يكون مذيعا بالنسبة للشباب. كنت عضوا في لهذه اللجنة أو لهذا المسار، وحكمت تقريبا حدود أكثر من 25 عمل في هذا الجانب. ويعني لا شك أن الجائزة أحد الأدوات الأساسية لرفع مستوى المنافسة والإنتاج والعمل الإعلامي، وستكون هذه الأعمال يعني محط الأنظار، وأيضا تكون محفزة للأعمال الأخرى أن تقدم بنفس المستوى.